نبدأ كالعادة بشباك العالم وأبرز صور اليوم. صورتنا الأولى التقطت شمال الصين وتحديدا في مدينة شيجيازهوانغ، حيث يتم بناء مركز جديد للحجر الصحي مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا. هؤلاء متظاهرون يرتدون أزياء بيضاء وأقنعة خرجوا في العاصمة النمساوية فيينا احتجاجا على قيود الحظر المتخذة في البلاد. أما هنا في اليونان فالجائحة فرضت ارتداء الكمامات حتى على رجل الثلج. بدأت إندونيسيا في 13 من الشهر الجاري حملة تطعيم للوقاية من فيروس كورونا، في وقت نشرت فيه نتائج استطلاع للرأي أن 37% فقط من المستطلعة آرائهم يرغبون في تلقي اللقاح، بينما أكد 40% منهم أنهم سيفكرون في ذلك، في حين يرفض 17% أخذ اللقاح. في محاولة منها للتشجيع على تلقي اللقاح، استعانت وزارة الصحة بمؤثرين على منصة التواصل ليشاركوا في هذه الاستراتيجية إلى جانب العاملين في مجال الصحة، إلا أن بعض نتائجها جاءت عكسية. لنتابع. تنتهج أندونيسيا سياسة مغايرة بضم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على لقاح كورونا رغم الجرعات المحدودة. لم يقف فقط كبار السن والعاملون في الرعاية الصحية بانتظار. مشاهدينا ننتقل إلى تونس ونتابع مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة هشام مشيشي يعلن فيه عن تعديل وزاري. المرحلة اللي تعديت عمل فيها الفريق الحكومي بكل إخلاص وتفاني، ونحب نشكرهم فردا فردا على خدمة بلادهم ومواطنيهم بكل تفان وبكل إخلاص. أما المرحلة القادمة أيضا مليئة بالتحديات، اللي من أهمها الانطلاق في الإصلاحات الضرورية لاقتصادنا والاتجاه نحو تكريس مفهوم العدالة الاجتماعية والتنمية المتضامنة ما بين الجهات، وهي تحتاج أيضا إلى مزيد من النجاعة والانسجام على مستوى العمل الحكومي. هذاك علاش أنا قررت اليوم القيام بتحوير وزاري يحافظ على نفس فلسفة الحكومة المستقلة المدعومة من حزام سياسي وبرلماني أغلبي، ومتفاعلة إيجابيا مع كافة مكونات الطيف السياسي والمنظمات الوطنية، وبطبيعة الحال في انسجام تام مع بقية المؤسسات الدستورية. وبمقتضى التحوير هذا يتم تعيين السادة الآتي ذكرهم: يوسف الزواغي وزيرا للعدل، وليد الذهبي وزيرا للداخلية، عبد اللطيف الميساوي وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية، شهاب بن أحمد وزيرا للشؤون المحلية والبيئة، الهادي خيري وزيرا للصحة، رضا بن مصباح وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سفيان بن تونس وزيرا للطاقة والمناجم، أسامة الخريجي وزيرا للفلاحة والموارد المائية، يوسف بن إبراهيم وزيرا للثقافة وتثمين التراث، يوسف فنيرة وزيرا للتكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، زكريا بالخوجة وزيرا للشباب والرياضة. كما تقرر التخلي عن خطة كاتب دولة للمالية، والتخلي عن الوزارة المكلفة بالهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني، وضم المصالح التابعة لها إلى رئاسة الحكومة. الهدف الأساسي من التحوير هذا هو الترفيع في النجاعة ومزيد إحكام تطبيق سياسة الحكومة وتنفيذ خططها. التحوير يأتي بعد عملية تقييم للعمل الحكومي
ومستوى التنسيق داخلي، تقييم قمت به كرئيس للحكومة واستمعت فيه لمختلف الآراء ثم اتخذت قراري. أعلمت سيادة رئيس الجمهورية بالتحوير وسأعرضه كما ينص على ذلك الدستور على أنظار مجلس نواب الشعب. والتحوير هذا اجتهاد ينبع من رغبة صادقة تجمع هذا الفريق الحكومي في الفعل والإنجاز والالتزام بالدستور الذي جاءت به ثورة الحرية والكرامة التي أحيينا ذكرها منذ يومين. ثورة جاءت بدستور جديد وبالحريات، وآن الأوان لتمنحنا التنمية والاستقرار. الاستقرار بطبيعة الحال لا يعني غياب الخلافات ولا ذوبانها، بل حسن إدارتها بين مختلف المؤسسات، في كنف احترام الدولة ونواميسها، وفي كنف احترام مكانة الجميع. اختلافاتنا وتنوعنا مصدر ثراء وصمام أمان ومحفز للنهوض بوطننا والمرور إلى مرحلة الإنجاز التي التزمت بها هذه الحكومة. نرحب بالوزراء الجدد في الفريق ونتمنى لهم النجاح في مهامهم، ونشكر الوزراء المتخلين الذين خدموا بلادهم وأعطوا من وقتهم ومن جهدهم ومن عقلهم ومن قلبهم. ربي وفقنا في خدمة التونسيات والتونسيين، وربي وفقنا في احترام الدستور وتنزيل مبادئه على الواقع، وربي وفقنا في الإنجاز وتقديم الحلول لشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن كان هذا رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي يعلن عن تعديل وزاري شمل عددا من الوزارات، منها الصحة والعدل والصناعة والطاقة والمناجم والشباب والرياضة وغيرها من الوزارات، عينت أسماء جديدة على رأسها. وكما أكد المشيشي سيتم عرض هذا التعديل على مجلس النواب. بعد أكثر من نصف قرن على بناء السد العالي في مصر، وسط حفاوة وتمجيد كبيرين لتسخيره مياه نهر النيل ولتوليده طاقة كهرومائية ومساهمته في توسيع وتسهيل أعمال الري، بعد كل هذا الوقت ما يزال هذا الصرح العملاق يتعرض لانتقادات ممن تضرروا بسببه وتكبدوا خسائر بشرية وبيئية. ملايين النوبيين ما زالوا بانتظار العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها، فكيف يمكن الدفع بحلم العودة؟ نتابع بعد التقرير التالي. مياه النيل واهبة الحياة تجففها تقلبات السياسة. السد العالي في أسوان رأس الحربة التي أشهرها في وجه التحديات جمال عبد الناصر في خمسينيات القرن الماضي، أعطى القاهرة بشكل حاسم السلطة لتنظيم التدفق، وكان لهذا الإنجاز العظيم جانب مظلم لدى البعض. السد خزن المية فالبحيرة كبرت، فطبعا وسعت جابت خيرات، أيوة سمك وا وا وا، إنما خدت كل اللي كانوا في الأرض، يعني الحياة اللي تهجروا كلها غرقت طبعا مع البحيرة. مش هنا بس، لغاية حلفة، لغاية السودان، مش إحنا بس. شعب مصر النوبي شارك في إنشاء السد الذي كان ثورة في علاقة مصر بالأرض، ضفاف خصبة وخضراء ونور الكهرباء. كهرباء ما شاء الله، ما كانش في عندنا كهرباء، كنا كلنا قاعدين في ظلمة فوانيس وبتاع وكده. وبعدين العمالة، ناس كتار اشتغلوا، الشباب. بحيرة ناصر خلف السد ابتلعت أرض النوبيين، عشرات الآلاف منهم أجبروا على النزوح إلى الصحراء، وتحول صرح التحرر رمزاً للقمع. توج المسار بتثبيت مادة الحق العودة في الدستور المصري، المادة 236، لكن للأسف الشديد كأنها لم تكن للآن حبر على ورق. بند الدستور واضح وصريح، ما قبلش ولا تعويضات ولا بتاع، بند واضح وصريح إعادة توطين النوبيين في مناطقهم الأصلية حول ضفاف البحيرة.
ولم يبقى أمام النوبيين إلا الاعتماد على القانون الدولي الذي يقر ويعترف بحقوق الأقليات وبحقوق الثقافات الإثنية حتى نستعيد النوبة. مطلب النوبيين المصريين في حق العودة أدرج في دستور 2014 ونام في الأدراج، فهل يسقي سد النهضة الإثيوبي مصر التي ترى فيه تهديدا وجوديا من ذات الكأس؟ نرحب معنا هنا في الاستوديو بالدكتور تامر سالم وهو رئيس المجلس النوبي في مصر والسودان هنا في بريطانيا. أهلا وسهلا بك معنا سيد سالم. أهلا. يعني إضافة إلى كل ما ورد في هذا التقرير، البعض يتخوف على الثقافة النوبية من الاندثار، ما مدى جدية هذا الخطر برأيك؟ والله بداية أحييك وأحيي المشاهدين. وموضوعنا احنا موضوع الهوية النوبية بيتعرض زي ما أنت بتقولي كده، يعني فعلا محاولة محو للثقافة أو الهوية النوبية من قبل الحكومة في مصر للأسف. وإحنا دايما بنحاول إن إحنا نوجد يعني جسر من التواصل، لأن إحنا طبيعة هم عارفين إن طبيعة النوبيين طبيعة هادئة، إن هم ناس ما بيحبوش المشاكل وما بيحبوش التورط في الصراعات. شفنا كثير من الصراعات في مصر سواء على الحكم أو إنما إحنا دايما حريصين إن إحنا ناخد الجانب السلمي والجانب اللي هو حتى لو هنضحي بس التضحية تكون أكيد من أجل مصر. ما عندناش يعني ما عندناش مشكلة إن إحنا نضحي، ولكن بعد هذه التضحيات الحمد لله رب العالمين، يعني من 10 سنة يعني كان في مادة في الدستور بتقول إن في 10 سنوات هيرجعونا وهيدوا المسلمين حقوقهم أو هيدونا إحنا يعني كنوبيين عموما حقوقنا. ولكن يعني اللي حصل إن الدولة حصل إن هي عاملة تماطل. إحنا بنقول بشكل سلمي إن إحنا عايزين نعود إلى أراضينا خلف السد، والدستور وعدنا بهذا الشيء، وكان على أساسه حصل شبه يعني بيعة للرئيس السيسي إن يعني إحنا كنوبيين هنقف معاك وهنبقى هنعطيك أصواتنا. ولكن نفهم هذه النقطة، يعني كما قلت الدولة المصرية أو الحكومة المصرية متهمة بتضييع الوقت وبخلط الأوراق فيما يتعلق بعودة النوبيين إلى أراضيهم، رغم أن ذلك ورد في دستور عام 2014. كيف تماطل؟ والله المماطلة هي إن المادة واضحة وصريحة، هي إعادة توطين حول ضفاف البحيرة. إذن أراضينا معروفة اللي هي يعني حوالين ضفاف البحيرة اللي هي خلف السد، ما عليهاش نقاش. صدر قانون أو مرسوم تخوم إن الأراضي دي هتكون منطقة عسكرية، فبالتالي أنتم مش هتيجوا للأماكن دي، مع إن في وعد في الدستور إن إحنا هنرجع للمكان ده. وإحنا حاولنا نتناقش مع السفارة هنا أو نتناقش مع الدولة هناك في عدة مواقف، أما حتى من شهر نزلوا المزاد، يعني بيعطيك شيء يقول لك هنديك تعويض وفي نفس الوقت هنعرض أراضيك في المزاد. نوضح ما هو هذا المزاد؟ المزاد ده كان مزاد على الأراضي النوبيين اللي هي المفروض إن إحنا حسب الدستور هنرجع لها. يعني معروضة للبيع اليوم. معروضة للبيع. ذلك وفوجئنا بعد كده لما حصلنا إحنا اعترضنا هنا للسفارة وفي النادي النوبي في القاهرة برضو اعترض لدى الحكومة، تم إرجاء المزاد وليس إلغائه. وليس إلغائه. فهي دي المشكلة الأساسية، إن بيحصل شبه مماطلة وشبه يعني تعنت. يعني هل بجزاء الإحسان إلى إحسان؟ يعني مثلا النوبيين لما ضحوا من أجل مصر وسابوا أراضيهم إلى أن حدث ما حدث الآن، والدولة يعني بتعاني حتى في إن هي في مفاوضات سد النهضة. طيب تواصلتم مع السفارة هنا ومع جهات في مصر، هل تلقيتم أي رد يعني أو ما هو الرد؟ هم الناس في السفارة هنا ناس محترمة جدا بصراحة، وبالذات في القنصلية، يعني أخص بالذكر معالي القنصل العام الأستاذ يوسف، يعني يشكر بصراحه، يعني بس بياخدوا الاوراق وبياخدوا طلباتنا وبنقدمها بمنتهى الاحترام، فخامه الرئيس وبمنتهى الاحترام، لان احنا بنحترم اي رئيس او اي حكومه جت، طالما ان هي جت باراده شعبيه فبنحترمها، ما بندخلش في مشاكل، بس بنطلب حقنا، يدونا حقنا لا اكثر ولا اقل. 10 سنين المفروض تنفذ، ما نفذتيش ليه؟ مماطله. طب تعرف يعني هل لديكم جواب على ذلك، على هذا التساؤل، لماذا حتى الان لم يتم فسح المجال للنوبيين للعودة إلى أراضيهم؟ والله هو بدواعي مثلا أمن قومي أو ما شابه ذلك، أو أن أنتوا هتنفصلوا، وإحنا أنكر يعني قلنا تماما أن إحنا بعيدين عن هذا الأمر. يعني في بعض التهم بتطلع أخذ بالك وبتروج من خلال الإعلام للاستقطاب في بعض الأحيان ضد النوبيين، للتجاثب يعني، لا الاستقطاب، استقطاب يعني يكاد يصل لمرحلة العنصرية، أن أنت تستقطب العنصرية ضد الناس دي لأسباب سياسية أخرى.
واخد بالك؟ وهذا هو الشيء اللي احنا بنشكوه، يعني احنا ناس ضحيت وتضحيتنا واضحه، ولا احنا عايزين انفصال ولا الكلام ده. طب دكتور تامر، يعني الان عوده النوبيين الى قراهم مطلب اساسي، لكنه بحاجه لتوفير ميزانيه ولخطه تنميه مستدامه، كيف يمكن من جانبكم الدفع باتجاه ذلك؟ هل من خلال الضغط على الحكومة المصرية أم من خلال يعني الترغيب من يعني من باب ما يمكن أن يقدمه النوبيون في هذه المنطقة والمساهمة في تنميتها بشكل أكبر، يعني أكبر، والاستفادة منها على المستوى المصري العام؟ أنا لو أقول لحضرتك إحنا اتجهنا لأبعد من ذلك، أنا تقدمت بمقترح بحثي هنا للسفارة إن يحصل استفادة من الخزان الجوفي النوبي عشان عندهم مشكلة أثيوبيا والمشاكل دي كلها، إحنا بنعرض لكم حلول يعني على حسابنا وعلى حساب أراضينا وعلى حساب، في المقابل إحنا بس عايزين منكم إن أنتوا تدونا حقنا. يعني إحنا توجهنا لأبعد من ذلك، أنت بتتكلم عن تنمية، إحنا بنتكلم عن أزمة مصر بتعانيها، أزمة المية. قدمنا مقترح بحثي استفيدوا بالحاجات دي، وفي نفس الوقت خلونا نشارك معاكم. إن مشكلة التهميش إن هو يهمش النوبيين ويتعامل معهم بهذه العنصرية ويبقى يعني إمعان في التعنت إن أنت ما تعطيش الناس دي حقها، ليه؟ هل جزاء الإحسان إلا إحسان؟ يعني ناس ضحت بأرضية وبتاع، وفي نفس الوقت دلوقتي كمان بعد السد هيبقى يكون عندهم مشكلة، لأن لو المية نزلت الأراضي بتاعتنا هترجع. واخد بالك؟ فدي بالنسبه لهم هم طب عرضتم مشروع، هل اطلعوا عليه؟ ما فيش رد، هذه هي المشكله. الناس بتاخد مننا هنا في السفاره او في القنصليه الاوراق باحترام تماما، وما فيش رد. لذلك في ناس بتتجه بتقول احنا عايزين ندول، زي ما في التقرير ذكر كده، في ناس من نشطاء من الداخل او من الخارج بيقولوا احنا عايزين ندول، واحنا سواء هنا في المجلس النوبي او في الرابطه النوبيه في لندن ما بندعوش للتدويل، ومش عايزين تدخلات خارجيه، وبس عايزين السفاره. طب اصلا يعني ترد علينا. يعني كما نعم. تتفضل بالقول أحد المواطنين يقول يجب علينا أن نستعين بالقانون الدولي. نعم. أصلا القانون الدولي هل يشكل يعني هل يتيح مواد يمكن أن تكون ملزمة بالنسبة لمصر، عفوا لمصر، هل يمكن أن يكون داعما لقضياتكم؟ حدث في المراجعات الأخيرة، المراجعات الدولية الأخيرة في جنيف، كان في يعني بعض التوصيات اللي بتلزم مصر أن هي بس للأسف بيتم الالتفاف حولها، ما بيتمش ان انت عايز تدي الناس هذه حقوقها بشكل مباشر، بيتم الالتفاف حولها، على الرغم ان في قالوا في ساعتها قرار رئاسي بعودة النوبيين، واحنا ساعتها طلعنا وشكرنا الرئيس، ولكن بعدها فوجئنا ان المسؤولين او اللي نفذ القرار ده نفذه بشكل ان هو هبيع اراضيك واديكوا تعويض. ما فيش تعويض، الدستور بيقول لك ترجع الناس دي خلال 10 سنين، وبعدين لو الفتره دي عدت لحد 2024 اللي هتكون انتخابات رئاسيه جديده، هيكون في مشكله، لان مصر كده ما وفتش بهذا التعهد الدستوري، فيكون عنده مشكلة إن الناس اللي بتدعو للتدويل أو ما شابه ذلك، زي ما ذكرت في التقرير، اللي هو الناس اللي من الداخل أو من الخارج اللي بتدعو، هيكون عندها مجال إن هي تدعو للتدويل، مش هنقدر نوقفها. فإحنا إلى الآخر بنقول للخارجية المصرية، ولو سمحتي لي كمان، لأن إحنا عندنا حاجات كتير، حتى الخارجية المصرية مقصرة معانا في أشياء كتير، يعني منها ملف بتاع 9 معتقلين في السعودية نوبيين، جمعية نوبية، إحنا طبيعتنا إن إحنا لينا حاجات عرفية كده بنقعد مع بعض، ما عندناش، مش بدون اي اهداف سياسيه او شبه ذلك، حاجات احنا بنجمع بعض. فمطالب الخارجيه المصريه ان هي تتدخل لدى السعوديه عشان خاطر يطلعوا، بس هن مسجونين، مسجونين محبوسين. نعم، لمجرد ان احنا بيبقى عندنا شيء جمعيات نوبيه او حاجات كده. منذ متى سيطرت؟ دلوقتي حوالي سنه. وفي هل تدخل احد في هذا الملف؟ ناشدنا الخارجيه، ومن خلال البرنامج كمان بتوجه لسمو الملك سلمان لان هو يعني يعطيهم عفو ملكي، لان الناس دي احنا طبيعتنا. يعني ما هي التهمه التي وجهت لهم؟ ان هم بس بيجتمعوا، فالاجتماعات دي مع العلم ان انا سبق لي برضه طلعت على قناه السعوديه واتكلمت، وبرضه كان في مناشده للملك سلمان لكن حذفت، فالحمد لله يعني دي فرصه ان انا برضه اوجه هذه المناشده. احنا عايزين ان احنا بس بتهمه ماذا؟ تهمه تجمع يعني غير المشروع؟ نعم، التجمع فقط لا غير، ولكن يعني وطلبنا الخارجيه ان هي تتدخل، ولكن بيقولوا لنا هم شويه تحقيقات وهيطلعوا. طب احنا بنناشد الخارجيه وبنناشد سمو الملك سلمان يعني ان انتوا تشوفوا الناس دي وتطلعوها. لان احنا ده طبيعتنا كمجتمع نوبي، دايما عندنا حته التواصل الحمد لله رب العالمين، ان احنا عندنا حتى حاجات بيننا وبين بعضنا خيريه، او ان احنا بنساعد اهلنا هناك. واخد بالك؟ فالحمد لله في دايما عندنا التواصل بيننا وبين بعض. نعم دكتور تامر، يعني لن اسالك سؤال اخير، بدي اترك لك الكلمه لانه عندك افكار يعني غزيره وكثيره ومطالب عديده، يعني ماذا تود القول في النهايه؟ والله اود القول ان على الدوله المصريه ان تنتبه، لان خلاص في التعهد الدستوري فاضل عليه حوالي 3 سنوات، ويجب ان هي توفي حقوق هؤلاء الناس، لان ناس لا احنا عايزين انفصال، وحتى الناس اللي بتتكلم في تدويل احنا بنقول لهم اصبروا على البلد، لان في ظروف مفاوضات، وان البلد في حاله يعني في موضوع السد وما شابه ذلك،
وفي نفس الوقت احنا عندنا امل ان السلطات تستجيب وتنفذ فعلا التعهد الدستوري وتقوم باعاده النوبيين لاراضيهم الاصليه اللي هم مش عايزين تعويضات، اللي هو زيي وزي غيري اللي احنا عندنا اوراق الثبوتيه ديت وما تقدمناش بيها لحد الان، اللي احنا مش عايزين تعويضات، احنا عايزين الالتزام بالنص الدستوري اللي هو في الماده 236 من دستور عام 2014. دستور 2014. كل التوفيق لكم واشكرك جزيل الشكر الدكتور تامر سالم رئيس المجلس النوبي في مصر والسودان في بريطانيا. مشكور يا فندم. في شباك هاشتاغ لليوم نرصد تفاعل المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي في غزة مع مراسلنا هناك صالح النطور. أهلا وسهلا بك معنا صالح، ونبدأ بهاشتاغ الانتخابات الفلسطينية الذي يتفاعل بشكل كبير جدا بعد الإعلان عن مواعيد الانتخابات المرتقبة. نعم نادين، بالفعل يعني ربما يمكن القول أن الانتخابات الفلسطينية بدأت مبكر على تويتر وعلى مواقع التواصل الاجتماعي منذ بالأمس، منذ أن أعلن عن إصدار المرسوم الرئاسي فيما يتعلق بمواعيد الانتخابات، حتى بدأ الفلسطينيون عامة بالتغريد على هذا الهاشتاج، هاشتاج الانتخابات الفلسطينية. وكنا قد نشهد أو شهدنا كمناظرات بين الفلسطينيين، ليس بين المرشحين بل بين الناخبين الذين سينتخبون في هذه الانتخابات في حال إجرائها في مواعيدها المحددة. الكل يعبر عن رأيه، هناك من يتشائم، هناك من هو متفائل، ويعبرون بشكل عام عن آرائهم حول هذه الانتخابات، وأيضا حول 15 عاما من آخر انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية حدثت. ماذا حدث في 15 عاما هذه؟ كل هذا كان حديث الفلسطينيين على هذا الهاشتاج. أبدأ بأولى هذه التغريدات لغدير التي تقول في تغريدتها: الجيل الشاب الفلسطيني اللي بيعاني من كل هالمشاكل اليوم ما كان له الفرصة بالتصويت في 2006، أهالينا صوتوا وإحنا لا. هي من الجيل اللي ما انتخب في الانتخابات السابقة، وبتستكمل وبتقول لا إحنا ما انتخبنا ولكن هلقيت أجت الفرصة للتغيير. لا تحكوا في الشفاي، ده حقك بالتصويت، روحوا وصوتوا والتغيير ببلش من هناك. هي بتدفع بالشباب إلى أنهم يصوتوا وينتخبوا في هذه الانتخابات القادمة. في التغريدة التالية لأحمد النفار حكى في تغريدته: الانتخابات ليست بحاجة إلى دعاية انتخابية، فالدعاية كانت مسبقة طوال فترة السنوات الماضية. هنا بيقصد أحمد أنه السنوات اللي مضت تعاقبت على هذه السنوات حكومات مختلفة وإدارات مختلفة، والكل أصبح يدرك من هو الجيد ومن غير الجيد في حال أراد أن يصوت لأي من الأحزاب السياسية أو المرشحين الذين سيترشحون في هذه الانتخابات. محمد عوض في التغريدة الثالثة يقول: الأيام الجاي لو صارت انتخابات، هذا لو صار أصلاً، حيصير المواطن الفلسطيني الغلبان الممسوح فيه البلاط على وصفه بين الحكومتين. هو بيقصد أنه هناك حكومة في غزة وحكومة في الضفة خلال الفترة الماضية وإدارات مختلفة، فهو أهم أساسيات هذه الانتخابات، حتصيروا يا غلابة على سلم الأولويات، والكل حيقلب ملاك، والمسؤول اللي كان يطفي الخط بوجهك حيصير يرد وحيعاملك كويس كم يوم. هو بيتهكم طبعا على الفترة القادمة اللي تصبح فيه الأحزاب السياسية أكثر قربا من المواطن، وكما بيقول يعني حتتغير معاملتهم لهم للناخبين على خلاف ما كان في السنوات الماضية على حد وصفه والكلمات التي عبر من خلالها. التغريدة التالية لأحمد عيسى: ال15 عام الماضية اللي ضاعت من أعمارنا مرهونين ومختطفين ستجعلنا نعرف لمن سنعطي أصواتنا. أيضا في نفس السياق بيتحدث أنه ما في داعي لدعاية انتخابية، يعني بحد يعني يمكن القول السنوات الماضية كفيلة أنه أيضا تخلي الشاب أو الناخبين يعرفوا من هو المرشح الجيد في الانتخابات القادمة. رشا بتقول أو استخدمت مثل: تذكروا جيدا، من جرب المجرب عقله أو كان عقله مخرب. وهي تشير أيضا إلى أنهم اللي انتخبوا في المرات القادمة وشاهدوا أيضا المرشحين والأحزاب اللي فازت في الانتخابات السابقة أنه كيف كانت تجربتهم في الحكم وفي الإدارة، فهي بتستخدم هذا المثل أيضا لتذكر الناخبين
يعني بضرورة الترشيح أو انتخاب الجيد في الانتخابات القادمة. آية حسونة هي صاحبة التغريدة التالية بتقول: الانتخابات الفلسطينية بقدر أحكي أني غير متفائلة بإتمامها، ولكن لا نريد أن نكون سلبيين ونشجع على أن يتم هذا الأمر الذي انتظرناه طويلا، وأتمنى وجود مستقلين لا علاقة لهم بالحزبية ولا المحسوبية. هي تتجه إلى الحديث عن جانب أيضا متداول هو موضوع المستقلين هذه المرة، لأنه أغلب الناخبين جربوا حركة فتح وجربوا حركة حماس، فبالتالي ربما تكون فرصة المستقلين هذه المرة أفضل من الأحزاب السياسية الأخرى، وإن كان البعض يرى أن المستقلين أيضا هم في النهاية بيميلوا إلى إحدى الأحزاب. بشكل عام التغريدة الأخيرة لمحمد طافش: أنا سعيد لصدور مرسوم الانتخابات، حيث أنني سأشهد الحدث الذي أعتقد أنه لن يتكرر مرة أخرى طيلة حياتي. لا أعلم إن كان محمد سعيد فعلا بهذا التغريد أو بهذا المرسوم، لأنه بيقول إنه الأمر يبدو إنه ما رح يتكرر في فترة تانية مثل ما صارت الانتخابات قبل 15 عام، وبيخشى إنه الانتخابات إذا تمت لن تتكرر أيضا إلا يمكن بعد أيضا 15 عام لا أحد يعلم. بالتالي هذه تغريدات أو مجموعة بسيطة من تغريدات الفلسطينيين نادين، لكن هناك تغريدات كثيرة حقيقة كما قلنا، ما بين متشائم ومتفائل، ما بين يعني هناك أسلوب تهكم، وآخر بالعكس ويرى أن الأمر جيد ومشجع لخوض تجربة جديدة وتغيير سياسي جديد في الأراضي الفلسطينية. يعني أجملت لنا ردود الفعل هذا، أشكرك جزيل الشكر من غزة مراسلنا صالح النطور، وتتابعونا معنا بعد الفاصل. حلم ليلة حظر، عرض مسرحي في عمان يبعث بالتفاؤل في زمن الجائحة. المخرج حكيم حرب يخبرنا المزيد في شباك الفنون. محمية في جرش للحيوانات التي يتم إنقاذها في مناطق الحروب في دول الجوار. ديالا قواسمي فلسطينية من رام الله تتحدى البطالة وإجراءات الإغلاق، تحدثنا عن مشروعها الخاص سلخة بطاطا. أهلا بكم من جديد. في عرض مسرحي تحت عنوان حلم ليلة الحظر، روت مجموعة مكونة من 20 شابا وشابة حكاية أردنيين يعيشون في مبنى سكني واحد في العاصمة عمان، ويتغلبون على الرتابة والملل وعدم اليقين خلال إجراءات العزل العام. جاءت هذه المسرحية ضمن مشروع موهبتي من بيتي الذي أطلقته وزارة الثقافة الأردنية العام الماضي لتشجيع الشباب على إبراز مواهبهم في خضم تفشي فيروس كورونا في المملكة. حلم ليلة الحظر، عرض مسرحي يواجه كورونا بالفن والإبداع، وفيه روت مجموعة من 20 موهبة واعدة حكاية أردنيين يعيشون في مبنى سكني واحد بالعاصمة عمان، يتغلبون على الملل والشكوك أثناء إجراءات العزل العام بسبب الجائحة. يوصل رسائل إنه إحنا لازم نضل متفائلين ونتمتع بهاي الروح العالية اللي تمكننا من إنه إحنا نواجه الجائحة بالفن وبالجمال وبالإبداع. العرض مستوحى من مسرحية حلم ليلة صيف، الكوميدية الشهيرة للأديب المعروف ويليام شكسبير، عرض في إطار مشروع موهبتي من بيتي الذي أطلقته وزارة الثقافة الأردنية العام الماضي لعرض مواهب الشباب أثناء تفشي فيروس كورونا في المملكة. مهم جدا أدي في مواهب لازم تطلع، أدي في وعي لازم يبين للعالم.
وطلب من الراغبين في المشاركة بالمشروع إرسال فيديو أداء عبر الإنترنت، وعلى ذلك تم اختيار الفائزين للمشاركة في المسرحية، كما سيتم تدريب مجموعة أخرى مكونة من 20 موهبة جديدة ممن شاركوا في مشروع موهبتي من بيتي مع نهاية هذا العام. نرحب معنا من عمان بحكيم حرب، وهو مخرج مسرحية حلم ليلة حصر. أهلا وسهلا بك معنا سيد حكيم، وشكرا لتلبية الدعوة اليوم في شبابيك. إذن الهدف الأساسي من هذه المسرحية هو توعوي مع بث شيء من الأمل. ما هي الأدوات التي يعني اعتمدتموها، وأيضا ماذا بشأن هذه القصة المستوحاة من مسرحية لشكسبير حلم ليلة صيف؟ مساء الخير. يعني حلم ليلة حظر زي ما تفضلتي هو عمل مسرحي نابع من مشروع موهبتي الذي ترعاه وزارة الثقافة الأردنية، وقد قدم في المركز الثقافي الملكي التزاما بشروط الحظر وما تتطلبه ظروف الجائحة بشكل عام. نبعت الفكرة خلال الأيام الأولى للجائحة، بحيث أطلقت وزارة الثقافة مشروع موهبتي وطلبت من الشباب والأطفال في الأردن التعبير عن مواهبهم من خلال إرسال فيديو يعبر عن موهبة التمثيل أو الموسيقى أو الغناء أو الفن التشكيلي إلى آخره، ومن ثم تم توزيع عدد من الجوائز على الفائزين. لم تكتفي حقيقة وزارة الثقافة بمنح الجوائز، بل عمدت إلى تحقيق فكرة الاستدامة لهذا المشروع، فكلفت يعني وأنا سعيد بهذا التكليف لتدريب هؤلاء الشباب في مجال التمثيل تحديدا. طيب قبل أن نتحدث عن هذه المواهب الشابة سيد حكيم، يعني خبرنا، الكل يريد أن يعرف ما هي الأفكار التي يمكن الاستفادة منها والتي يمكن أن تساعدنا يعني جميعا في تخطي هذه الأوقات الصعبة إن كانت في عمان أو في غيرها من العواصم العالمية. يعني بتعرفي المسرح بالذات يعني هو بالإضافة إلى كونه هو يقدم الفن ويقدم الإبداع ويقدم رسالة إنسانية وثقافية، هو قادر على أن يحقق حالة أيضا وقائية وحالة علاجية. مثلما لعب المسرح دور في الوقاية وفي العلاج من العنف ومن التطرف ومن ميل بعض الشباب نحو المخدرات، ها هو اليوم يتم استثمار المسرح والدراما بشكل عام لتفريغ الطاقة السلبية التي قد تنتج عن حالة الحظر وتعطل المدارس وتعطل الجامعات. طيب عرفنا بهؤلاء المشاركين الشباب. عفوا ما سمعتك، عرفنا لو سمحت بهؤلاء المشاركين الشباب. المشاركين هو من مختلف محافظات الأردن، ويعني أعمارهم ما بين العاشرة وحتى يعني تتجاوز العشرين عام، في منهم طلبة مدارس، في منهم طلبة جامعات، أسماءهم طبعا صعب أذكر العشرين اسم، في منهم نور الرواش، شام الدبس، تامر، وعدد كبير حقيقة من التزموا طوال العشرين يوم في هذه التدريبات، واستطاعوا أن يطوعوا نص لكاتب عالمي مثل ويليام شكسبير اللي هو نص حلم ليلة صيف، والعمل على أردنته، بمعنى وضعه في بيئة أردنية للتعبير عن واقع الحياة في الأردن في ظل الكورونا، ولبعث رسائل بأنه لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، وأنه إحنا قادرين من خلال الفن، من خلال الإبداع، ومن خلال الجمال أن نتصدى سواء للكورونا أو لغير الكورونا. ما هي المحطات أو المواعيد الثقافية اليوم التي تتطلعون إليها في المرحلة المقبلة؟ إحنا في البداية يعني نأمل أن نتجاوز موضوع الجائحة وأن يسمح لنا بأن نقدم عرض للمسرحية للجماهير بشكل عام. بسبب الظروف الحالية نحن لم نقدم العرض إلا لليلة واحدة ولجمهور محدود. نأمل عند تجاوز موضوع الحظر أن نذهب إلى المحافظات الأردنية، وأيضا كما يحدث معنا كل عام أن نتواصل
تتواصل مع بعض الدول العربية الشقيقة لعرض هذه المسرحية في بعض المهرجانات العربية الهامة. نتمنى ذلك في القريب العاجل. شكرا جزيلا لك من عمان حكيم حرب، المخرج المسرحي، مخرج مسرحية حلم ليلة حظر. تعد محمية المأوى شمالي الأردن تجربة فريدة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهي توفر بيئة طبيعية لإيواء الحيوانات البرية التي يتم إنقاذها في مناطق الحروب أو تلك المهربة عبر الحدود أو التي تعرضت لسوء معاملة. المحمية تأسست قبل 10 سنوات بشراكة أردنية نمساوية تضم عشرات الحيوانات كالأسود والنمور، وتوفر لهم العلاج وإعادة التأهيل. لنتابع. في كليلة ودمنة يمرض الأسد ولا يهجر، ملك الغابة والحاشية معا، لاجئون غادروا أوطانهم تحت وابل القصف والدمار. لكل مخلوق هنا اسم وقضية، جميعهم هاربون من تجارة غير شرعية أو من حرب اقتتل فيها الإنسان مع الإنسان، ومواسم الصيد فيها كانت حصرا على بني البشر. في محمية المأوى بمنطقة المنارة بمحافظة جرش، إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث لا يبتسم، فهو الذي خرج من عنق الاحتلال والحصار لغزة وهو الآن في أمان. عناية صحية وعناية جسدية وعناية نفسية. سبب اختيار الأردن كمنطقة للمحمية هاي بسبب موقعها الجغرافي المتوسط بين دول الحروب والصراعات اللي كانت موجودة فيها الحيوانات اللي تم إنقاذها، وأيضا بالإضافة طبعا لأنه بيئتها مناسبة لأغلب الحيوانات الموجودة عندنا. لا يتوانى الدب الأسود لوز عن عرض قضيته على الملأ، فهو بعمر أزمة سوريا ومأساتها قضى رفاقه داخل حديقة الحيوان في مدينة حلب وتشرد الناجون في بقاع الأرض. دب آخر ما زالت روائح البارود في الموصل عالقة على فروه. النمر البنغالي جرب حياة أخرى للمأساة، تجارة غير مشروعة ورحلة تهريب لم يكتب لها النجاح على الحدود الأردنية السعودية. الضبع المرقط لا يجد حرجا إن أصابه الكسل، فكبار الغابة حوله تقبلوا فكرة اللجوء وتسلل إلى كبريائهم كثير من الخدر. في ناس ما عندهم رحمة بهيك حيوانات، كانوا يتاجروا فيها بطريقة غير شرعية، كانوا يعرضوها لخطر، لعنف، لأشياء كتير. فحلو تعرفنا، شفنا أنواع جديدة، معلومات جديدة. في المحمية أصاب العطب بوصلة الغابة، يحمل سادتها شهادة لجوء داخل الأسلاك، فيما الآخرون يحسدون على نعمة الحرية والعيش بلا قيود في البرية. في بلاد العربية قد لا تموت الأسود جوعا، لكنها تتحول إلى ضحايا التشرد والتهريب، فحتى ملك الغابة أضحى هنا لاجئا خارج وطنه، فيما الرفاق هناك قضوا بمعارك لا لبؤة لهم فيها ولا أسد. مراد البطوشة، العربي، من محافظة جرش. سلخة بطاطا، هذا هو المشروع الذي أطلقته الشابة الفلسطينية ديالا قواسمي في مدينة رام الله في الضفة الغربية بعد أن انحسرت خيارات العمل وارتفعت نسب البطالة. البطاطا بأشكالها ونكهاتها المختلفة استقطبت القاطنين والمرة على حد سواء. مشروع ديالا لقى دعم وتقدير العديدين، بينما قابله البعض الآخر بنوع من التحفظ. التورنيدو والوافل والمقلية المقرمشة والعادية، أشكال مختلفة تجذب رائحتها الأخاذة ونكهاتها العالمية عشاقها، إلى مقطورة سلخة بطاطا للشابة الفلسطينية ديالا قواسمي المركونة في أحد شوارع مدينة رام الله بالضفة الغربية. طبعا حبي للبطاطا وبرضه بسبب الكورونا، لانه انا كتير حدا بحب البطاطا وبطلع لما بسافر برا باكل كتير اشكال وانواع برا مش موجودة هون. البطالة والاغلاق في فلسطين دفع خريجة الصحافة والاعلام للبحث عن مصدر رزق يضمن لها الاستقرار المادي، ومن هنا
جاءت فكرة اسلخ بطاطا، مشروع لاقى استغراب كثيرين ودعم آخرين باعتبار أن مالكته فتاة في بلد شرقي غير معتاد على هذه الحالة. الناس بتيجي مستغربة أنه في بنت عم بتبيع بعربايدهم، يجي يشوفوا هاي البنت إيش بتعمل وكيف منظرها وكيف واقفة هون، وكتير بيكون عندهم تساؤلات. كتير شفت حب واحترام من الناس، ما كنت متوقعة بصراحة بظل هيك ظروف، أو إحنا يعني شوي مجتمع مش كتير متقبل لهاي الأشياء. الرائحة الزكية ملأت جنبات أزقة وشوارع المدينة، تغري سكان المنطقة والعابرين على شرائها ساخنة والتمتع بطعمها الطازج. المقبلون عليها يرون أن لمشروع ديالا منفعة متبادلة. يعني الصراحة المشاريع هاي يعني تدعم الشباب وتدعم الجيل الجاي وأفكار جديدة منيحة للشارع. هذا في هذه العربة الصغيرة اجتمعت الأنواع المختلفة للبطاطا المحمرة في العالم ونكهاتها، لتختزل حكاية حبة البطاطا ومحبتها لدى شعوب العالم. ونرحب معنا من رام الله بديالا قواسمي، وهي صاحبة مشروع سلخة بطاطا. ديالا، يعني أنت بتحب البطاطا وكلنا بنحب البطاطا وشهيتينا بهالتقرير، بدي أعرف منك كيف نفذ هذا المشروع، يعني من الفكرة إلى التنفيذ. الفكرة خطرت في بالي قبل التخرج بفترة قصيرة، طبعا أنا تخرجت بظروف الكورونا، ما كان عندي لا تخريج ولا سمينار، فكنت عم بفكر إيش ممكن أعمل لأحقق استقلالي المادي، وكمان أني إيش بدي أعمل الخطوة التالية بعد الجامعة. فخطرت في بالي أني أفتح مشروع الخاص. ضلت عم بفكر إيش ممكن أعمل، إيش أعمل، أفتح محل أونلاين. ضلت أفكار تخطر في بالي قبل ما وصلت لفكرة البطاطا، لأنه أنا بالعادة بأكلها من عمان وحاليا في الكورونا ما بقدر أوصل لها. ففكرت بأنه أنا أعمل مشروع يتعلق في البطاطا. ضليت أفكر إيش أعملها، أعملها محل، أعملها في البيت وأصير أوزع دليفري، لحد ما خطرت في بالي أعمل مقطورة بطاطا، كشك متنقل. طبعا عملت بحث كتير كبير كيف ممكن أفصل البطاطا، كيف ممكن أفصل المقطورة، من وين ممكن أجيب البطاطا، هل هذا الإشي ممكن تنفيذه على أرض الواقع ولا لا. عملت دراسة كاملة اقتصادية وقانونيا إذا هو هذا الإشي مسموح عنا ولا لا. طبعا خطوة في خطوة صارت الأمور توضح عندي، كيف شكل البطاطا اللي بدي أجيبها، كيف شكل مقطورتي بدي أعملها، شو لونها بدي أحطها، إيش بدي أسميها. يعني لو نشط الفكرة ديانا، سمعناكي كمان كنت عم بتقولي انه كنت تكتشفين عندما تسافرين انواع عديدة من البطاطا غير موجودة في فلسطين، يعني مثل اي انواع، وكيف يعني تلاحظين الاقبال عليها اليوم؟ يعني أنا في عندي بطاطا مقلية، هي كل اللي عندي بطاطا مقلية، بس أنا عندي كتير أشكال من أنواع البطاطا. يعني في عندي البطاطا المشبكة اللي هي الوافل والمثلثة الهاش براونز، هذول ما كانوش موجودين في السوق الفلسطيني. فطبعا وكمان 3-4 أنواع بطاطا موجودة عندي في المقطورة، دورت عليها كتير مش شوي قبل ما لقيتها. وما لقيت كمان كتير موردين بيجيبوا هذا نوع البطاطا، وما بيجيبوا منها كمان بكميات، لأنه إذا بدهم يجيبوا بيجيبوا كميات كتير قليلة، لأنها لا المطاعم ولا إشي هون بيستخدمها أو بيستهلكها. طبعا عليها إقبال كتير منيح، الناس بتيجي تجربها أول مرة لأنه شكلها غريب، بس بتحبها وبترجع تجرب كمان مرة. يعني صار عليها أي نوع بطاطا بتحكي عنه غير متوفر في فلسطين؟ أشكال البطاطا اللي هي الوافلز والهاش براونز هاي مش موجودة بالمطاعم حاليا. وحتى في عندي البطاطا اللي بدي أدخلها على السوق الفلسطيني اللي هي البطاطا الحلوة، بجوز متوفرة في مكان واحد هون. حلو. البطاطا الحلوة المقلية طبعا. كله مقلي. كله مقلي. أنت ديالا أيضا حرصتي على أن يكون مشروعك صديق للبيئة، يعني ما هي الجوانب التي أخذتيها في عين الاعتبار؟
طبعا تغليف البطاطا كان عندي كله من الكرتون، حتى علب الصوص اللي بحط فيها صوص على جنب البطاطا كلها كرتون. طريقة تحضيري للبطاطا ما بستخدم فيها البلاستيك أبدا، حتى الطاقة أو الكهرباء اللي بحاول إني أستخدمها عم بحاول إني أجيب طاقة شمسية أحطها على فوق العرباي عشان أستخدم الكهرباء بهاي الطريقة، ما أضر البيئة، لو أحاول إني أساعد البيئة لو بواحد بالمية. شفنا أن ردود الفعل كانت يعني مشجعة بالأغلب، لكن بضل في يعني جانب من الناس يشككون أو يمتعضون كونك فتاة تقودين هذا المشروع. ما هي أكثر الملاحظات السلبية التي وصلتك وكيف تجاوزتيها، يعني كيف تعاملتي معها؟ يعني بصراحة كان بيوصلني، مع أنه كان كتير قليل، توقعت يوصلني تعليقات سلبية كتير أكتر من هيك. أغلبها كانت أنه البنت مكانها مش الشارع، ومش لازم أكون واقفة في الشارع، في أنه رح يجيها كتير زباين لأنها مش محجبة ولأنها بنت. حتى التجار لما كنت عم بلف وعم بعمل بحث عن المشروع تبعي كانوا يستخفوا فكرة أنه في بنت ممكن أنها بدها تفتح مشروع وتوقف فيه بالشارع. ما كانوا بيعطوني أسعار حقيقية، ما كانوا بياخدوني على وجه الجدية. طبعا انا ما هاي التعليقات ابدا ما اثرت فيي، خصوصا لانه اهلي كانوا مساندين وداعمين لي في هذا المشروع، كانوا بيفهموني انه ما في مشكله ابدا من كوني انا بنت وواقفه بالشارع. فكانت هاي الكومنتات السلبيه او المسجات السلبيه اللي كانت توصلني بالعكس بتحفزني بزياده افهمهم اوصل لهم رساله انه البنت بتقدر توقف بالشارع وبتقدر انها تشتغل بالشارع وما في مشكله. يعني كتير حابة أني أكون أنا سبب أني أحجز هذا أكسر هذا الحاجز. وأنت أثبتت يعني نفسك بنجاح وبصورة جد عملية ديالا قواسمي صاحبة مشروع سلخة بطاطا. صحتين إليك ولي جميع زوارك، شكرا جزيلا لك من رام الله. إلى باكستان الآن، حيث من الشائع تزيين الشاحنات التي ترتفع عدة أمتار في الجو بألف شكل ولون. يعد هذا فنا شعبيا يمارسه حرفيون متخصصون ويشكل مصدر فخر للباكستانيين. مؤخرا انتقل هذا الفن إلى عالم الطيران، فقد بدأ الفنان حيدر علي بالتعاون مع أكاديمية للطيران، بدأ بتوظيف خبراته المكتسبة لتزيين الطائرات بهدف الترويج للثقافة والسياحة في باكستان. من الأرض إلى السماء، فن يحكي ثقافة باكستان وقصص تنوعها، ومن لوحات على عجلات إلى تحليق بأجنحة الطائرات. نريد دائما بناء صورة أكثر لطفا عن بلادنا والترويج لأنشطة ثقافية وسياحية. نريد أن نقول للعالم إن باكستان ليست بلدا يشار إليها فقط في القضايا السلبية مثل غسل الأموال والإرهاب. باكستان بلد متنوع للغاية وهي أرض الفرص. حيدر علي يرسم على الطائرات، فنان ينقل خبراته إلى طلابه بعد سنوات من التدرب وتزيين الشاحنات. أنا وطلابي نستمتع بهذه التجربة. لا يوجد فرق كبير بين الرسم على شاحنة أو طائرة. لطالما أردت أن أرسم على طائرة وحقق الله رغبتي. فن الشاحنات المعروف في باكستان ممتزج بالأصالة، تستفيد منه منظمات ومؤسسات للترويج لقضايا اجتماعية. سنرسل شيئا جديدا إلى العالم في شكل هذه الطائرة. العالم على دراية بما يمثله هذا الفن بالنسبة لنا، ومع هذه الطائرة ستطير ألواننا في الهواء. قصص ملونة تراثية وحديثة على شاحنات وطائرات، رسالة باكستانية بأن الدول تاريخ وثقافة وأكبر من صور نمطية.
بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من شبابيك. نلتقي في الغد وأشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.